بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد استاد الأهلي. النهاردة عندنا حلقة خاصة للغاية فيها نجوم النادي الأهلي اللي إن شاء الله هيكونوا نواة الفريق الأول في السنوات المقبلة. نجوم بكرة مع حضراتكم النهاردة في قناة النادي الأهلي في بيتهم وفريق 2004. ولكن في البداية يعني لازم ارحب بضيوفي الكبار. طبعا الاول نبتدي بمدرب او المدير الفني للفريق الكابتن ياسر رجب. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن محمد. اهلا بيك، ربنا يخليك. والنجوم الصاعدين بقوه نبتدي بمحمد اسامه شهير بميدو. مساء الخير يا كابتن ميدو. مساء الخير يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. واللاعب الصاعد ايضا بسرعه الصاروخ عمر علاء. مساء الخير يا كابتن عمر. اخبارك ايه؟ مبسوط ان انت في قناه النادي الاهلي؟ نبتدي مع كابتن ياسر. كابتن ياسر، يعني المرحلة العمرية 2004 مرحلة صعبة للغاية، فيها طفرة من الطفرات، فيها تفاوت من المرحلة البدنية أو العامل البدني ما بين اللاعبين، وأول سنة تلعبوا 11. إزاي رتبت نفسك لهذا الموسم، خاصة إن الموسم هيبقى استثنائي بالنسبة لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعًا إحنا سعداء جدًا إن إحنا موجودين في قناتنا، قناة النادي الأهلي. بالنسبة لموضوع تدريب للسن ده، يمكن مش أول مرة أشتغل مع المرحلة السنة دي. اشتغلت فيها قبل كده مع فريق 98 عندنا في النادي الأهلي، واشتغلت برضو فيها مع فريق 99. هي زي ما حضرتك قلت، هي مرحلة مهمة جدا، وأهمية المرحلة دي إن هي كمان داخلة في مرحلة نمو الولد، يعني ومرحله النمو الناس يعني بص مرحله النمو ده كنمو جسماني بس، لا، في اكتر من مرحله، مراحل النمو، يعني في نمو حركي، في نمو انفعالي، في نمو نفسي، في يعني نمو اجتماعي، في كذا عامل من عوامل النمو بيبقى لها دور كبير جدا في 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 ظهور الولد وفي الشغل مع الولد. لازم المدرب يكون عارف الامور دي بشكل كويس، ما يبقاش شغال على جانب النمو الجسماني بس، ان في حاجات ممكن تعطل حاجات. يعني غير الجانب الجسماني بقى في شخصيه لعيب، وانت دلوقتي اللعيب هيبتدي يلعب 11، هيبتدي يحفظ المركز، ودي بتفرق كتير. بالظبط، ما دي برضو بتخش في حاله اللي هو النمو النفسي او النمو الانفعالي، ودي ممكن تاثر بشكل كبير جدا على النمو الحركي للولد. نعم. لان الولد لو اتحط تحت ضغط عصبي او خد شغل ممكن يكون في ستريس عليه شويه، ده ممكن ياثر على الاداء الحركي بتاعه. نعم. فهو الموضوع بيبقى محتاج تقنين شويه، محتاج تنظيم ومحتاج دراسه. بالظبط، يعني ما شاء الله عليكم انتوا في القطاع يعني واخدين الموضوع على محمل الجد. دي حقيقه. كمان احنا معانا كمان الدكتور عمرو بالمجد السنه دي كمان، اللي يمكن الامور يعني الجانب العلمي ده كمان كان في تركيز كبير شويه. غير ان طبعا ان احنا يعني الحمد لله واخدين دورات، واخدين مثقفين نفسينا، بنحاول نطلع على طول بحيث ان الامور دي تبقى بالنسبه لنا تساعدنا في شغلنا. دلوقتي تدريب علمي يعني، ده بجانب طبعا يعني خبراتك وانت لعيب، بجانب ممارستك دي بتساعدك يعني. فطبعا بالنسبه للامور المرحله دي واحنا شغالين فيها، يعني احنا شفنا الولاد الاول، شفنا امكانياتهم المهاريه الاول في السن ده. الجانب المهاري يعني بيبقى هو اللي طاغي شويه او هو المهم شويه. لما بتيجي تطلع للمرحله اللي هي الاكبر شويه، بتبدا تخش على العناصر تنفيذ الخطط، يعني بتبدا تخش الولد محتاج ايه عشان يبدا يشتغل على الملعب الكبير. طبعا في عوامل كتيره جدا بتساعدك على كده، بيبقى في طبعا عوامل بدنيه، في عوامل مهاريه، في عوامل نفسيه، في عوامل ذهنيه. وانت شغال في الجزئيه دي برضو بيكون في تقنين فيها، لان برضو المفروض ان انا وانا شغال ببقى عارف ايه اللي المفروض اديه للولد. الولاد مختلفين عن بعض، كل ولد ليه طبيعه جسمان معينه، في ولد ليه قدرات معينه، مش كل الولاد بياخدوا نفس الجرعه، مش كل الولاد ياخدوا نفس الاسلوب او نفس التعامل. بيبقى برضو في تقنين في الامور دي شويه علشان خاطر تعدي بالمرحله دي على خير. يعني برضو المرحله دي يعتبر زي مرحله بيقولوا ايه، مراهقه مبكره. هو موسم زي ما انا قلت في البدايه هكررها، موسم استثنائي، لان انت بدايه ان انا العب 11، بدايه ان انا شخصيتي كلاعب تبتدي تتحدد في الميدان. هروح للنجوم الصاعدين، هبتدي ب محمد اسامه الشهير بميدو. ميدو، انا عايزك الاول بقى تعرفني كده بنفسك وبتلعب في انهي مركز؟ يعني انا اسمي محمد اسامه الشهير بميدو زي حضرتك قلت، بلعب في مركز صانع العاب وهاف شمال.
بتلعب صانع العاب وهاف شمال. يعني بتلعب هنا شغال وهنا شغال. وهنا شغال. لعبت بقى في يعني كم ماتش بقى صانع العاب وكم ماتش هاف شمال؟ يعني هو في الاول تركيزي دايما ان انا ببقى صانع العاب. مع التكتيك بتاع كابتن ياسر طبعا بيدخلني في الحته دي وسط المباراه يعني. جبت كام جون السنه؟ لحد دلوقتي 13. 13 جون ما شاء الله. يعني انت بتنافس على الهدافين دي ما شاء الله، جايبين يعني 49 جون ودخل فيكم 3 بس. الحمد لله احنا مركزين دايما ان احنا مهما عملنا لازم نبقى كسبانين بسكور عشان نخوف الفريق اللي جاي بعد كده. حد قال لك انك شبه رمضان صبحي؟ كتير يعني، مش عارف ليه الموضوع ده، بس هو يعني كله بيشبهني برمضان صبحي. طبعا شرف ليا ان ابقى شبه كابتن رمضان. تحبه؟ طبعا. نموذج بالنسبه لكم؟ نموذج طبعا. انه يعني برضه خرج من بوابه النادي الاهلي واحترف، بيلعب في الدوري الانجليزي وكان مؤثر في الفريق الاول. ايوه طبعا، كلنا بنفكر ان احنا نعمل زيه ان شاء الله. طيب انا برضه هروح لعمر. ازيك يا عمر؟ مبارك ايه؟ انت ما كنتش مكسوف كده عمر قبل ما نطلع، كنت عمال تضحك. انا عايزك بقى تعرفت نفسك يا عمر وتقول لي برضو انت بتلعب في انهي مركز. اسمي عمر علاء، بلعب صانع العاب. نعلي صوتك عمر لو سمحت. اسمي عمر علاء وبلعب صانع العاب وساعات باك رايت. ساعات باك رايت زي محمد هاني؟ طب ايه رايك بقى في محمد هاني؟ لاعب كبير طبعا. انت عارف ان محمد هاني بقاله 4 سنين في مع الفريق الاول، وامبارح اول اهدافه مع النادي الاهلي في الدوري، وكان مبسوط جدا ان ده نتيجة صبره. عارف الموضوع ده؟ عارفه. طب انت لما بتشوف لعيب صاعد من قطاع الناشئين في النادي الاهلي وبيلعب في الدرجه الاولى بتحس بايه؟ نفسي اكون زيه يعني. نفسك تكون زيه. انت عارف محمد هاني برده كان نفس يعني طبيعتك كده، لعب في كذا مركز وفي الاخر لعب في الفيرست تيم باك رايت وبيلعب مساك كمان. طب انت ايه اكتر من كام بتحب تلعب فيهم؟ هو صانع العاب. صانع العاب برده. يعني بتلعب جنب ميدو ولا بتلعب؟ لا جنب. السنه دي ايه الاختلاف اللي انتوا حسيتوه انتوا بتلعبوا 11 يوم؟ الملعب واسع وطبعا لازم شد يعني شد حيلنا عشان الملعب كبير يعني. اتكلم انا، احنا موجودين ما تقلقش. اتكلم. يعني عشان الملعب واسع لازم نشد حيلنا عشان يعني الملعب. انت بتحب تلعب بلاي ستيشن طيب ولا لا؟ طبعا. تلعب بمين؟ برشلونه. طيب كاننا بنلعب بلاي ستيشن وبندردش مع بعض. بتلعب برشلونه عشان ميسي ولا عشان؟ عشان ميسي. طب عايز صلاح يروح برشلونه ولا الريال؟ لا برشلونه. وانت يا ميدو عايز برشلونه طبعا. برشلونه برضه. انتوا كلكم ما شاء الله القطاع كله برشلونه. يا كابتن كل القطاع في الفرق كلهم بيحبوا برشلونه. طب يا عمر انت جبت كام جون السنه؟ 7 تجوان؟ كم واحد بقى بالهيد؟ واحد. ولا واحد؟ ليه؟ عادي. هتجيب طيب جون بالهيد؟ طب كم جون انت بتلعب باليمين ولا بالشمال؟ اليمين. باليمين؟ طب كم جون بالشمال؟ 2. الدنيا شغاله حلوه. ما شاء الله لعيب كويس يعني.